هلا هلا بيكم من حييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي طرحنا الفكرة وقالوا صور صارت حلقة وبعفوية كوميدية أخرجنا بمشلشل فجلك عربية. راكان لميس وفادي نجاح سوسنجيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس وأحمد ياسين أندري ومحمد إبلين وهالة ورولة ومايا والباقي. هلا هلا بيكم من حييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم راح يلقاكم. او جودوي انتم مرو فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدا يومك اخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حييكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم. ايه كمل كمل. تعرف هلا في شغله كثير بتحكمش براسي انه شو اصعب شيء بالدنيا؟ مبينه انه دبانه هيك توز فوق راسك وانت بدك تنام. لا يا مو صعبه بتمرق اذا مجومس ومعبي الطاسه بتنام ولا بتسمع على الدبانه. في اصعب. فهمت عليك. شفت بزمانك السيارة هيك ماشية بدون شوفير؟ هذا الشيء صعب، أصعب شيء. لا بيكون فلتان فرامل إيدي. شو عادي هي. أنا رح أقول لك شو أصعب شيء. أصعب شيء إنه واحد يموت بواحد نيسان يوم عيد الكذب وما حدا يصدقه. اخ يا راسي اخ. معلش يا جدي شده وبتزول. طول لي بالك. هيك موجوع اخ هيك لقولي طحبة جدي. الله لا يوفق. لساته شغال. لك شغال بس شو صاير معكم؟ ما تركتكم على اساس طالعين سياران على طريق الصبوره وكان هو عم يسوق. مزبوط. ايه نحن وراجعين على طريق الصبوره لقيتهم بالتوف. لقيتهم عسابة العلي غطي. يا سلام هالمطعم شو ظريف. لا على كيفك لسه الأكل على كيف كيفك. تعال. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضلوا. الله يزيد فضلك. الله يسلمك يا رب نورتوا المطعم. بس إذا بتقدر تحط كمامة لأنه حممتني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل. شو حبي تاكلي حبيبتي؟ على ذوقك حبيبي. على ذوقك. خلاص جبنا كل شيء كل شيء. حاضر. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صحة وعوافية. شغلنا بوجودكم. اهلا وسهلا. صحة. شو حبيبي دغري بلشت بالاكل؟ بالعادة بتصلي قبل ما تاكل. مزبوط حبيبتي بس هذا الاكل موثوق.
شوفي سامو، أنا بصراحة آسف إنه فياتك بكير، يمكن أنت ما بتشي بهالوقت هذا. ولا يهمك يعني، بس هو بكير كثير يعني. خلي لي إياك، بس أنا من امبارح ماني نايم الليل. خير شو صاير معك؟ لك طول الليل قاعد عم فكر. بشو؟ ما بعرف، إجاني هذا التفكير وما عاد قدرت طول الليل نام، قلت ما في، بدي أسأل حدا، لازم أعرف أوصل لجواب. طيب قل لي شو السؤال اللي حتعطيك الجواب؟ لك إيه، بس شغل لي بالي كثير وما بدي إياك تواخذني. الله يخليك. ولعي، قل لي شو بدك؟ هلا الطيارة إلى زموشي. حبيبي حضريلي. أيوة حضريلي طبعا، بتقلها للخدامة حضريلي أكيد بدك البدلة. وليش بدك البدلة؟ مشان تحمل حالك وتروح تسهر. وطبعا أنا ما بتاخد معك. ليش لحتى تاخدني معك؟ على أساس شرشوحة ولا مبهدلة؟ طبعا حبيبي طبعا، مع رفقاتك بتروح، مع صاحباتك بتروح، بس أنا من يوم ما تجوزتني دافني بهالبيت على طبخ وكناسة ومسح. وينك يا مرة؟ وشو طبخة اليوم يا مرة؟ ولك يا ريت بيعجبك أكلي. لك يا ريت بتدفع مصاري لحتى أطبخ لك مثل ما بدك. كل طبخة أحسن من الثانية، وكل الوقت إيدي منزوعين بهالشغل وبهالقرف. لكن حبيبي لكن هي جوازة أهلك حبيبي، أنت بورد يعني على هالجوازة من الأساس. أمي قالت لي من الأول على فكرة، قالت لي ما بدك يا لا، أنا عندت وحطيت براسي بدي أخده، يعني بدي أخده، حبيته يا ماما حبيته. لا ورايح جاي مصروف ما بيدفع. لكن أنا منين بدي أصرف على البيت؟ قال لي منين بدي أصرف على البيت؟ شو بعمل لك يعني؟ شغل ما خلتني أشتغل، شهادتي لزقت على الحيطان، لا شغلة لا عملة، طول النهار على كناسة ومسح وتنظيف، وساوي التخت وقيمي هذا الولد وحفظي هذا الولد ونطفي هذا الولد. لكن حبيبي خدامة ببلاش، شو بدك أحسن من هيك؟ بس سهر ما بتاخدني، مشاوير حلوة ما بتاخدني. لك عزيمة من يوم ما تجوزتني لهلا ما عملت لي. لك يخرب بيتك إلهي، لك ما فيك إحساس، لك ما اشتهيت تعود أنا وياك قعدة رومانسية، قعدة حلوة نحكي كلمتين، لك نشرب كاسة شاي مع بعض. لسه يا قاعد على الكمبيوتر يا قاعد لي على تكبيس بهالتلفزيون وتكبيس بهالتلفزيون، وبعدين معك، لك بعدين معك، لك حرام عليك، لك خاف ربك. خلاص 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 خلاص، العيشة ما عاد بدي اياها نهائيا. لا 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 لا، بدي اروح لعند اهلي. انا ليش عايشة هون اصلا؟ لك المشكلة انه من يوم ما اخذتك ما شفت السعادة ولا شفت الفرح ولا شفت البسط. ما عاد بدي احكي، خلص. حبيبي. يا حبيبي خير، شبك شو في؟ روحي دبي اغراضك، خلينا نطلع على الضيعة، توفت الوالدة. الله يرحمها. لا لا حبيبي ما فيني روح هلا، لازم روح عند الكوافير بالاول، اعمل شعراتي وبعدين اعمل اظافيري، بعدين لنروح. ايه لك عزة، بدك تعملي شعراتك واظافيرك؟ شو ها؟ ايه حبيبي، ولازم انزل على السوق اشتري تياب سود جداد. لا والله ما بروح بالقديمين، والله بيفضحوني اخواتك. هاد غير بدي اجيب اوزي وبدي اجيب حلويات، ما بروح ايدي فاضي. ايوه والله ما بروح لاعمله. حبيبي انا صرت جاهزه. كيف حلوة ما؟ حطيت أظافر فرنش، بتعرف أنت ما بدي أوفر إنه عزا. عملت شعراتي حلوة ما؟ حلفستاني؟ حلو كتير. أي منيح هلا ما رح يحكوا عليك. كتير عجبني، كتير عجبني اللوك اللي عاملتي، بس في وحدة بتعمل هيك لوك وهي رايحة على عزا أمها. أمي؟ ليش أمي اللي ماتت ولا أمك؟ أمي. لك ليش ما قلت لي من الأول؟ طيب ليش ما قلت لي إنه أمي اللي ماتت؟ طيب هي عم لك أنا أمك اللي ماتت. طيب يلا خلينا نروح بسرعة مشان الله. يلا بسرعة؟ لا والله بدي روح أنا أظبط دقني بجزور طارق، مش حد تنكة بنزين عند رضا راجع.
لطيفه. لك تقبشي قلبي الهي. عديدي عديدي تقبشيني الهي. لك وين هالغيبه؟ كنت بالضيعه عند اهلي، رحت لعندهم كم يوم. انت عند اهلي؟ ايه. لا هون بشختهم. كيفهم؟ منيحين، بسلموا عليك كثير. الله يسلمك يا رب. متغدية انت شيء؟ لا والله جوعانه كثير، شو رح تطعميني؟ تاكلي بيتزا؟ ايه بيتزا طيبه بس بتطول. هلا هي ما بتطول، هي بتسمي. طولي بالك يا حبيبتي، هو هاليومين شوب شوي، بعدين انا ما صار لي زمان صلحهم للمكيفات وعمل لهم صيانه، غيرنا لهم الغاز. ولك على شو اسمه مكيف؟ مو مشان يكيفنا ويروح لنا الشوب من علينا؟ العين تطرقه، ما عم بيطلع هوا بارد، يلا النتر، النتر شوف لنا شي زلمه يشوف شو قصته، يلا. وين بدك يعني هلا روح على الشوب ودور لك على مصلح؟ لسه امبارح قلت لي طفي المكيف، سرحان من البرد. ايش بعرفني انا؟ تقول هالمكيف ما بيبرد غير بالليل. صحي قبل ما انسى، شوف لنا شي زلمه مشان يجي يعبي لنا مازوت للشتويه. انا سبكر على الشتويه، هلا لساك عم تقولي الدنيا شوب. ايش قلت لك انا؟ قلت لك للشتويه، هلا حرائي نار. خلاص انا بعد كم يوم بروح وبشوف وبظبط الامور كلها. طيب قوم روح وصلنا على خزان تاني، لانه هداك الخزان ما عم بيقدينا كل الشتويه. هو علينا، انت كل ما تشوفيني قاعد بتشغليني 100 شغله، هلا بدك علي بهالشهور وشرحي بعدين. هلا كل ما طلبنا طلب بتقلي انت ما بتحبي تشوفيني قاعد، شو قصتك انت؟ لك انت شو قصتك يا مرة، بدك تجننيني؟ هي قدامك ها، ليكني رح اهج من هالبيت. انبسطي. شو قصته؟ الحما صايرة روحه براس مناخيره، شو طلبنا؟ عبي هلا انت شو صار معك مشان وظيفتك بعد الظهر؟ لقيت شغل ولا لسه؟ بكره موعود بشغله لنشوف. ايوه، والباسبورات شو صار طلعتهم؟ لسه ما طلعتهم، بدي 50,000 ليرة لحتى يطلعوا. شو؟ هل هيك صاروا بيكلفوا جوازات السفر؟ إيه لكن وين عايشي حضرتك؟ بعدين في انا وفي انتي وفي الولدين. على كل حال مو مشكلة حبيبي، بس تلاقي شغل ويصير معك مصاري بتطلع جوازات السفر، بركي فكرنا بهالصيفية نسافرنا لشي بلد. لك يخرب بيت قلبك، سفر شو بهذا الوضع؟ بعدين أنا إذا لقيت شغل بعد الظهر يا دوب وفي ديوني. المهم الأولاد وينهم هلا؟ ما رجعوا من المدرسة؟ لا بيكونوا رجعوا، بس أكيد راحوا لبيت ستهم. بدي إياهم يبطلوا هالعادة هي، بيت ستهم وبيت جدهم وما بعرف شو، لازم يجوا على البيت يدرسوا، يكتبوا وظايفهم، مو يمضوا بالشوارع. ايه مو مشكلة. صحيح شو بدي اسألك؟ هلا أنت ما بدك تجيب لهم للأولاد مدرسين يعطون دروس خصوصية؟ الأولاد كتير عم يتراجعوا. بالله شو؟ وحضرتك شو عم تعملي؟ ما تدرسية؟ والله حبيبي هي شغلتك مو شغلتي، ما بكفي طول النهار بعد وظيفتك قاعد بوشي؟ قاعد؟ هلا هذا اللي طلع معك؟ لك من الصبح عم بشتغل مثل الحمار، بيجي لارتاح ساعة ساعتين، بتقلي لي قاعد؟ ولك بتبلشي قر ونحو طلبات؟ طلبات؟ طلبات شو حبيبي؟ هاي واجباتك يا حبيبي. بلشنا المحاضرات. اساسا انا صرت اكره قعدة البيت، احسن شيء روح اقعد مع رفاتي بالقهوة. صرت اكره القعدة بالبيت، هذا اللي انت شاطر فيه حبيبي، بس تحس حالك ها شوي انقرصت او انزنقت بصير بدك تهرب. حاشي بقى، حاشي بقى، هلكتيني صرعتيني. روح يا هلكتيني وصرعتيني. الله معك. طبعاً اترك الشعر من بقى حبيبي، يبعت لي حمى تقتلني على هالجوازة، لو عرفانتك هيك جربان وملاقي شغلة ما أخدتك. فكرة بقى هذا اللي عم يصير معنا، الله وكيلك شي بحط العقل بالكف. لك يا أخي لا تشكيني بوكيلك، ليش أنا مرتي أنظار؟ ما بتشوفني على طول أنا طافش من البيت وعم قاتل دبان وشي؟ لا 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 لا، وضعي أصعب منك بكثير أنا يا رجل. لك بتخلص من شغلة بتعلقني بشغلة جديدة. خلصنا من قصة المكيفات، غير شو طلعت لي قصة تانية. قال شو؟ خزان المازوت القديم اللي عنا ما بكفي، صار بدنا خزان مازوت جديد وكبير.
ايه ما طول عمره كفى، ليش هلا ما عم كفى؟ ايه انا ما احكي لك عن نقة لحتى يشيب شعر راسك، يسود شعر راسك. اجا صاحبك عابد. اهلين عابد. مرحبا شباب. اهلين عابد. شبك يا زلمه؟ ليش هيك عم تنط وتحط وتكسر وتطحبش وقالب خلقتك ومبرزق عيونك مثل التمساح اللي مضيع جوز خالته؟ بس كبرتك زعجتك. لك ليش في غيرهم بسموا البدان؟ في غيرهم النسوان؟ عليم الله اتقل من دم الدبان. عود وطول بالك، هلا كنا انا وفايز بنفس السيره عم نحكي على الموضوع. تعال يا ولد جيب له كاسه شاي لعب بس بدون دبان. ها لك يا جماعه والله هلكتني، لك بخشت راسي لسه ما بفوت على البيت لارتاح لي شي نص ساعه بتبلش نقوسه نقوسه. على ليش ما بتلاقي شغل بعد الظهر؟ وعلى ليش ما بتجيب اساسي خصوصي لاولادك؟ وليش ما بتجيب وجيب وجيب وجيب؟ روق روق روق. لا وشو طالعت لي هلا بفنه جديده؟ قال بدي اياني طلع جوازات سفر مشان نروح برحله ترفيهيه وسياحيه. خلاص عبود اي شبعك يا زلمه روقنا. هلا معقول نكون نحن الصح ونسواننا الغلط؟ شو بتقصد معها؟ يعني هلا معقول يكون نحن فينا شيء غلط نحن الزلم؟ لك اخ الله يعيننا نحن الزلم، هن مو شاطرين الا بالنق والسق، بيفكروا هيك الطلبات يعني بسهله بنجيبها بسهوله. سمعنا عابد شبك يا زلمه؟ خلي كمل فكرته ماهر، كمل معها. يعني قصدي معقوله تكون الحياه اليوميه الروتينيه هي عم تخلي هالنسوان نقاقه؟ ما فهمت. يعني عم فكر انا شو رايكم نيجي نجرب معهم مثلا اسلوب حياه يوميه جديده؟ شلون يعني؟ لك والله خيلتني انت وهالدبانات. اها يعني انت فايز قد ايه صار لك مثلا ما دللت مرتك هيك وغنشتها وسهرتها؟ يعني هيك عملت لها شي سهره انس؟ كمان اذا بدك. وين عم لاقي وقت انا لحتى افضل احكي معها شي كلام حلو؟ ما كله صق ونق يا زلمه. وانت عابد؟ يا حبيبي نحن من غير دفع بنرقص، شلون اذا بدنا ندلل ونجيب هدايا؟ بعدين تعالهم على اساس جابت الهدايا هيك ما بدها مصاري ونحن ها ما معنا النقله. لك اخي انا مثلي مثلكم كمان، يعني لا في مصاري ولا عندي وقت لحتى غنج ودلل وسهر وقيم وحط، بس يعني عم اقضي انا كلها نقار ونقيم، بس لازم يعني عشت كشل عندي هي عم تجي لعندي بس لازم شو فهمنا انت بعدين لا تنقطنا الحكي طنقيط، خلاص قول شو لازم. هاها لازم نحن نكسر الروتين، يعني اليوم نفوت ونحن حاملين بايدنا شي غرض، نجيب فواكه، نجيب هديه، نفوت لعندهم، نسهرهم، نغنجهم، ندللهم، بلكي هالقصه هي بتكسر الروتين عند هالنسوان اللي عم تداينا. والله فيها وجهه نظر. شو هالقصه؟ انتوا شو طعاملين طلبيه دبان يعني؟ لا 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 الدبان بترسخ يا رجل. حبيبي 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 رصاص يلع لعبي يا بعرس زواجنا. حبيبي حبيبي ورصاص يفرقع بعرس زواج عيد زواجنا حبيبتي. حبيبي 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 ورصاص يفرقع بعيد زواجنا حبيبتي. حبيبي محمد الله تسلق بدن عدوينك يا قلبي شو بدك؟ حبيبي جارنا ابو سامر اشترى له سياره بتطير العقل لمرته. كاش ولا بالتقسيط؟ بالتقسيط. حتى ابو فادي كمان ابو فادي اشترى له لمرته فيلا بيعفور.
بالكاش ولا بالتقسيط؟ بالتقسيط. لك حتى ابو ميسر، ابو ميسر تساواها لجامع لمرته وسجلها بما عم بعرف شو، بما عم بعرف شو، بما عم بعرف شو. حبيبي 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 ورصاص يفرقع بعرس زواجنا. هاي نعم هاي نعم هاي هلا هلا بيكم منحييكم أنا وكل جروب جينا تنسى.